30. فعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، يعني فرجه. رواه الترمذي وحديث صحيح. علمه الاستعاذة من شرور الأعضاء، من شر السمع، وتشمل كل المعاصي التي تؤتى بالسمع كالموسيقى والأغاني المحرمة، ومن شر البصر وكل ما يحرم النظر إليه، ومن شر اللسان وكل حرام يقوله من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور وسخرية إلى آخره مما يسخط الله تعالى، حتى لو كان كلاما لا يفيد من الهذر، حتى لو ما كان حراما في ذاته، لكن ضيع وقت، ضيع وقت. فاللسان من أخطر الأعضاء، وعليه مدار استقامة الأعضاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كل صباح: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تتذلل له وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. طيب، الاستعاذة من شر القلب ماذا تعني؟ كل اعتقاد فاسد من هذه الاعتقادات الباطلة البدعية الشركية، مثل عقائد الفرق الباطلة كالقدرية والجبرية والخوارج والمعتزلة والجهمية وكذلك عقائد المرجئة وغير من المنحرفين في أبواب الأسماء والصفات، وهؤلاء أصحاب الغلو، وكذلك من الفرق التي ظهرت فيما بعد كالقاديانية والبهائية وغيرها. هذا شر القلب. شر القلب يدخل فيه الرياء والنفاق، قسوة القلب، الإصرار على المعصية، الحقد، الحسد، الغل، سوء الظن، وساوس شيطانية. وبصلاح القلب يكون صلاح بقية الأعضاء، كما جاء في الحديث الصحيح المشهور: وإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. العلاقة بين شر اللسان وشر القلب كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. طيب، ورد في الحديث الاستعاذة من المني، ما المقصود؟ الاستعاذة من شر الفرج، يعني حتى لا يقع في حرام، لا يستمتع بالحرام، لا في الزنا ولا في درجات الزنا، وكذلك أولاد الحرام، فإن بعض النبتات من هذا المني تكون نبتات سوء والعياذ بالله، وقد يكون منه ولد كافر، قد يكون منه ولد فاجر.